كنا تنتظروا تكون نتيجه لصالح المنتخب المغربي. مالوغوزمون كوم كاين دي ديفونسور كي سو ابسون، كان هناك اخطاء في الدفاع واستغلوهم منتخب كرواتيا، ولن يقولوا ان النتيجه حسنه لانه كانوا مجموعه اللاعبين كانوا غائبين، والحمد لله المرتبه الرابعه حتى هي تتشرف البلاد ديالنا، ونتمنى ان شاء الله انه هذا هو انطلاقه الكره القدم المغربيه ولما لا الكره العربيه والكره الافريقيه ان شاء الله. انا ما نكذبوش عليك، حنا مقلقين يعني توصلنا لهاد وليده واش ديال العقل، تقلقنا في الماتش ديال الدومي فينال واليوم، مي معليش كيبقى هذا انجاز كبير، وهاد الجيل هذا اللي غنفرحوا به وغنعاودوا لاولادنا ان شاء الله على هذا الجيل هذا، خصوصا حضرنا حنا لايف تقريبا تفرج في كاع الماتشات، حنا كما كنقولوا مفتخرين باللعابه ديالنا، واخا خسروا اليوم ماتش نفتخروا بهم وديما مغرب. الحمد لله يعني شرفونا باش وصلوا لهذا المربع الذهبي، ولكن كمغاربه بغينا اكثر بطبيعه الحال، عندهم الزهر اللي يعني شويه ناقص في هذا الشوط الثاني بالضبط، كان سهل باش يربحوا، باش الحمد لله على كل حال. شفنا دي جون جوغ لعبوا الماتش اليوم، لعبوا لي دي جون، عندك مازال خصك واحد الجيل اخر اللي غادي يجي من دابا، عندك 4 سنين باش تكمل يعني تمشي لكاس العالم اخر، فغيكونوا ان شاء الله، بس هذا اهم حاجه وعطى الامل لي جون غادي المستقبل باش يكون عاوتاني يعني دابا حتى الان بدات ولينا باش نوصلوا نصف النهائي سهله، فكنشوفوا ان شاء الله بحول الله باش نمشي مرات ومرات مرات اخرى باش نجيو مره اخرى عاوتاني لكاس العالم. انا كمشجع اخويا شنو نقول لك، انا فخور بزاف بالمنتخب ديالنا المغربي، داروا باركور زوين في هذا كاس العالم هذا، ربحوا اسبانيا، ربحوا البرتغال، كنظن ان دوك التراكمات الاصابات اللي كانت عندهم اثرت شويه في الماتش ضد فرنسا والماتش دابا ضد كرواتيا، ولكن واخا هكاك باقي حنا فخورين بهم بزاف. وي ار ريلي براود اوف يو جايز، اي ثينك يو ويل يو ويل هاف ا ويلكمينغ تشامبيونز ويلكمينغ باك هوم. وتلاقيت مع زياش غير بالصدفه وعطاني التيشيرت ديالو، شكرا لك خويا زياش، ديما مغرب وديما مغرب، شكرا لكم بزاف حيت زيتو راسنا قدام العرب كاملين، شكرا. ما يمكنناش نبدلوا هذا الشعور ديالنا، ما يمكنناش نتكلموا عليه، حيت اندسكريتيبل، عشنا واحد الاوقات في هذا الكاس العالم اللي مثل فيه المنتخب ديالنا، واحد الروعه اللي لم هو شمل بين كل العرب والافارقه والمسلمين في العالم. نحييو نحييو سيدنا نصر الله، الله ينصرو الله ينصرو، اللي هو اول لاعب مغربي في الكره التي دائما تشجع جميع الرياضيين، هو اول رياضي. وشكرا شكرا وشكرا لقطر لهذا التنظيم اللي ما فيه لا بالحفاوه، ما في ما نقولوا زعما فريمون سيتي او توب. وشكرا للجميع، والحمد لله حنا ربحنا الاحترام والتقدير من جميع الشعوب العالم، الحمد لله. وهذا النتيجة باش فازوا العرب هما اللي فازوا، الأفارقة والمسلمين بكل العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.